نرحب فيكم ونحييكم أجمل تحية مشاهدين الكرام، مشاهدين برنامج مسارات ثقافية، ودائما يكونون معنا ضيوف مميزين في هذا البرنامج، وناخذهم في مناحي عديدة من مساراتنا المتنوعة اللي موجودة بديرتنا الحبيبة الكويت، منها الثقافية، الفنية، الأدبية، الشعرية، أو حتى الطبية والاجتماعية والنفسية. نبينها دائما لكم مشاهديننا في هذا البرنامج، وناخذكم مع ضيوفنا المميزين. اليوم راح نتعرف على ضيفنا وضيفكم، ولكن بعد هذا التقرير. ضيفنا اليوم في برنامج مسارات ثقافية الدكتور غانم السالم، استشاري أمراض باطنية وجهاز هضمي. تخرج ضيفنا اليوم من جمهورية إيرلندا، وحاصل على شهادة الزمالة البريطانية من الكلية الملكية البريطانية لأمراض الباطنية، وكذلك حاصل على شهادة الزمالة في أمراض الجهاز الهضمي من الكلية الملكية الإيرلندية. ضيفنا اليوم كذلك عضوا في رابطة الجهاز الهضمي الإيرلندية، وعضوا في رابطة الجهاز الهضمي الأوروبية، وعضوا في جمعية الأطباء الكويتية، كما عمل ضيفنا اليوم في وزارة الصحة الكويتية. تابعونا في برنامج مسارات ثقافية مع ضيفنا الدكتور غانم السالم، استشاري أمراض باطنية وجهاز هضمي، لنكتشف ما هي مساراته الطبية والثقافية. خلونا باسمكم نرحب بالدكتور غانم السالم، وهو طبيب بالأمراض الباطنية وأيضا بالجهاز الهضمي، اليوم اللي مشرفنا في برنامج مسارات ثقافية. يا هلا ومرحبا فيك دكتور، وإحنا سعداء بهذا اللقاء معك للمرة الثانية في برنامج مسارات ثقافية. جزاك الله خير، وأتشرف بهذا اللقاء في هذه القناة الرائعة، قناة العربي، اللي نفتخر فيها بوجودها، تبث من دولة الكويت عبر الأثير وعبر التسجيل وعبر كل وسائل التواصل. هي فخر للكويت صراحة، وأتشرف بأن أكون ضيف في هذه القناة ومع حضرتك كمذيع متميز وطاقم البرنامج الرائع. جزاكم الله خير على هذه الاستضافة. يا حياك الله يا دكتور، وإحنا سعداء بهذا اللقاء معك، ويمكن إحنا بينا يعني أمور كثيرة تهم المجتمع، وخاصة عندنا بالكويت نشوف انه والله يعني محتاجين الى بعض المفاهيم الطبية على اساس انه والله يغيرون من نمط حياتهم، صحيح، ويعيشون حياة سعيدة وآمنة وسالمة من كل شر ان شاء الله، وبالتأكيد احنا نتمنى سلامة للكل. كنا احنا في الحلقة السابقة تكلمنا عن الأمراض الباطنية وأهميتها والجهاز الهضمي بشكل عام، وبينا يعني الأسباب اللي تؤدي إلى خلل في هذه الأعضاء ومن هذه الأمور والوقاية من شر يمكن هذه الأمور. اليوم نبي نركز على الارتجاع المريئي، ويمكن قاعدين نشوف أن في تزايد كبير يعني بالمجتمع، وخاصة إحنا شعب يحب اللحوم بشكل كبير، والدهون للأسف يعني حتى بعد أكلنا، صحيح، ونمط حياتنا، صحيح، في دهون كثيرة، هذا الارتباط كبير ترى بالارتجاع المريء وحتى التدخين. أكيد موضوع الارتجاع أنت جيت على الوتر، يعني هو يقولون هو أغلب المرضى نشوفهم بالعيادات عندنا مشكلتهم مشكلة الارتجاع، هو موضوع مهم، ما تروح مكان للناس تسولف عن موضوع الارتجاع، أقعد في الديوانية أسأل عن نفس الموضوع في أي تجمع نقعد نسأل نفس الموضوع. تسلم دكتور يقول دكتور يبغى الحقنا ارتجاع مريء. بالضبط، الارتجاع المريء هذا مسبب قلق ومسبب أزمة للناس. معلومهم، لأن الارتجاع المريئي إن شاء الله ما يكون عندك ولا يكون عند المشاهدين مزعج، أعراضه مزعجة، مرات المريض ما يقدر ينام، مرات المريض ما يقدر يتكلم. عندنا بعض الناس بعض المهن يتأذى، مثل المؤذن أو المدرس، سبب الارتجاع المريئي يروح صوته مسكين ما يقدر حتى يقدم يكون بوظيفته، حتى المقدم صح بالضبط. فالارتجاع المريئي هذا مشكلة. باختصار عشان المشاهد يفهم الموضوع، الارتجاع هو ما نقصد فيه هو ان الحمض يصعد من المعدة يوصل إلى المريء، ومن ثم يؤثر على باقي الأجهزة مثل التنفس أو الأحبال الصوتية أو الفم. المادة الحمضية هذا يفرزها الإنسان في المعدة، الله سبحانه وتعالى خلقنا بطريقة ميكانيكية رائعة جدا، يعجز الإنسان أو أي شخص أن يتصورها، إن المادة الحمضية موجودة فقط داخل المعدة، والمعدة مغلفة بغلاف يحميها. الحمض ترى هذا سيء، يعني يذوب اللحم، يذوب العظم، مادة حارقة.
فجسم الإنسان داخل المعدة يحمي نفسه من هذا الحمض، والمعدة تفرزه اللي نحتاجه لعملية الهضم، نحتاج لما ناكل نحتاج الحمض لأسباب متعددة راح يمكن نعرج عليها على السريع. بعض قطرات الحمض هذه ترى هي قطرات بسيطة تصعد لفوق، لما تبدأ تصعد لفوق تصير عندنا مشاكل. دقيقة، قبل لا تصعد لفوق مو في بوابة؟ أحسنت، هذه أحد الأسباب، يعني بين المريء وبين المعدة. نعم، في بوابة. في بوابة. هذا البوابة يصير فيها خلل. طبعا هذه البوابة احنا نسميها فيزيولوجيكال جيت، هي مش بوابة تفتح وتسكر، هي بوابة تعتمد على القفص الصدري، فالحجاب الحاجز. هي لما تنفس تسكر، لما نرتاح تفتح. الفتحة هذه هي معكوفة لها مثل زاوية، فتمنع الارتجاع الحمضي لفوق. تمام. بعض الناس يصير عندهم ما يسمى بالهياتس هيرنيا. هياتس الهيرنيا اللي هو شنو؟ الافتاق الداخلي احنا نسميه. هذه البوابة تصعد عن مكانها، فما يصير الحجاب الحاجز أو المكان اللي كان يساعدها على الإقلاق إنه يساعدها على الإقلاق، فيصير البوابة مفتوحة أو شبه مفتوحة. وهذا لبعض الناس يحتاج عملية جراحية لتصحيح هذا المجهر. بعض الناس يصير عندهم ضعف بالعضلة هذه، هذه العضلة تصير ضعيفة مو مثل قوتها، تقدم العمر، أمراض معينة مثل أمراض مناعية أو أمراض أخرى تسبب هذا الشيء. في بعض الناس لا هذا ولا ذاك، وإنما إفراز حمضي شديد. الحمض وايد قاعد يفرز بالمعدة، يفرز بالمعدة. ليش؟ بعادات السلوك السيئة، غذائية كانت أو نوم. ما يصير تأكل وتنام مباشرة، مشكلة. تمام. ما يصير تأكل وجبات سريعة ووجبات ثقيلة وتفول المعدة فل فوق، لما أنا أقول تطفح بالأكل. صح. هذه مشكلة. بعض المرات بعض الناس. مشكلة بعد فوق هذا التدخين. توني بجيلك عليه، العادات السيئة اللي هي التدخين. هذه أهمها، لأن التدخين أصلاً يخلي الحمض يفرز بشكل أكثر. الشيء الثاني هو أصلاً يخلي المريء قابل انه يتحسس من الماده الحمضيه، لان انت اصلا تحمي نفسك مرات، بس التدخين هذا ماده كيميائيه مو زينه، فجرحك من الداخل. شيء ثالث، عفوا، بعض الناس تاخذ علاجات ادويه، الادويه من اعراضها الجانبيه تسوي الارتجاع الحمضي او الحارج، او ما احنا نسميه بالعامي الحارج. يعني بعضها، بعض الادويه مثل مسكنات الادويه، مثل بعض ادويه الهشاشه العظام، الكورتيزون، هذه كلها مواد تفرز احماض او تسوي ارتجاع مريئي شديد عند بعض. يعني هذه اللي ممكن تسبب للاشخاص الارتجاع المريئي. نعم. وتسبب لهم هذه المشاكل. بالضبط. وبالتالي اي مريض يجينا يقول انا عندي ارتجاع مريئي، نقعد معاه ناخذ منه تاريخ مرضي مفصل، نعرف هل ياخذ ادويه، هل عنده عادات سيئه، عادات سلوك الغذائي، النوم، الستريس، حتى الإنسان اللي عندهم ستريس تفرز عندهم أحماض شديدة وصير عندهم ارتجاع، هل هناك عمليات جراحية سابقة؟ في ناس اللي مسوية عمليات السمنة، خصوصا عملية التكميم. نعم. يعانون من الارتجاع المريئي، لأن هذه البوابة تفقد خاصيتها، فما يصير في بوابة، يصير الموضوع جدا مفتوح. شو يعني تفقد خاصيتها؟ أنت لما تقص المعدة بالتكميم تتغير شكل المعدة، تغير شكل المعدة، البوابة هذه اللي فيها عكفة تصير سيدة مع مرور الوقت، فبالتالي يصير تغيير. فبعض المرضى خصوصا اللي مسوين عمليات السمنة يحتاج عملية أخرى لتصحيح هذه الافتاق أو عفوا ما يصير أثناءها. شلون أثناء؟ أثناء عملية التكميم. أثناء عملية التكميم. إني والله أنا أسوي هذا، لأن نقطة مهمة، إحنا كل مريض قبل أسوي التكميم دكتور الجراحة اللي عنده دائما ينصحه بعمل منظار، فنشوف إذا عنده ارتجاع مريئي بالمنظار ولا لا. الشيء الثاني إذا ما عنده، إذا ما عنده يقدر يسويها من غير تصحيح، خلاص عادي يقدر يسوي عملية التكميم. زين. في بعض الناس يعني يسوي له عملية التصحيح قبل لا يسوي له عملية التكميم؟ لا، ممكن ما تسوي عملية التكميم أصلاً، تتسوى تغيير مسار، تتغير عملية السمنة. أوكي. لأن عمليات السمنة متعددة، فيها أكثر من نوع. عملية التكميم ما تصلح له. أحد أسباب اللي تخلي الدكتور يغير رأيه بعملية التكميم. أنت قصدك يعني على عمليات السمنة؟ السمنة. عمليات السمنة أنواع. أيه؟ ماشي، فمنه احد انواع تغيير التكميم، المسار، تغيير مسار، التكميم اللي هي ساسي، في اشياء مختلفه، اللي هو اللي قص المعده، قص المعده، التكميم مثل الكم، هي جات من كلمه التكميم، خليها مثل الكم. نعم. فبالتالي هذه التكميم اذا صار المريض عنده ارتجاع مريئي ما ينصح بعمل عمليه التكميم. اذا كان عنده ارتجاع مريئي قبل لا يسوي العمليه يقعد عند الدكتور يقول له دكتور بس يسوي عمليه التكميم وبعدين يسوي تغيير اللي هو عفوا التصحيح. لا ينصح بهذا، لان انت ما نبي نسوي المريض عمليتين ورا بعض، فنحاول نتجنب هذا. ممتاز. الشيء الثاني ان بعض المرضى ما عنده ارتجاع. انا قاعد اعطيك عفوا يعني الدكتور الاسئله هذه الشائعه. اي طبعا طبعا، يعني هذه اسئله خلينا نقول المشاهدين بالتاكيد يمكن يبون يستفهمون امور كثيره. طبعا اكيد، وهذا السؤال انا انت في حلقه سابقه قلت ان للاسف الغالبيه مستعيلين يبون يغيرون من نمط حياتهم
حتى لو بتدخل جراحي صح، انا ما ابي اسوي رياضه، ما ابي اتحرك، ما ابي اغير نمط حياتي، ما ابي اغير نظام الاكل عندي، دكتور دش وسوي اللي شق وسوي وخلزق وخيط وسوي. صحيح، فعلشان كذي انا قاعد ابينها لك. لا صحيح كلامك صحيح 100%، ولذلك من يقبل على هذه الامور والعمليات وين كانت عمليات السمنه ننصح فيها لبعض الحالات المرضى اللي اكيد ان عمليه السمنه مفيده للناس اللي عندهم سمنه زائده، للناس اللي عندهم امراض مصاحبه للسمنه مثل السكر او امراض المفاصل او امراض الضغط، وبالتالي يكون حل الوحيد اللي هو عمليه السمنه تخف هذه بعضها تختفي. تختفي كثير من المرضى عمل عمليات سمنه قط علاج السكر، ما يحتاج سبحان الله ما يحتاج يسوي عمليه تبديل ركبه، خلاص انتهى الموضوع صارت ركبته زينه. وبالتالي عمليات السمنه لها فوائد مثبته علميا ونشجع بعض المرضى عليها، لكن في بعض الناس وفئه قليله يلجا لها مثل ما تفضلت لانه يبي الاختصار، ما يبي يسوي الرجيم، ما يبي يسوي تغيير الوزن، يكون وزنه قابل للتغيير. ولذلك حتى المريض اللي وما يحمل اي امراض وما يحمل اي امراض وعنده سمنه يروح دكتور يقول له سوي لي العملية، أغلب الدكاترة أو يعني بالإجماع راح يقول له روح جرب أنك أنت تنزل وزن، هذا مو صاحب أمراض أخرى، يعني عنده سمنة لكن ما عنده مضاعفات سمنة، وشاب بعمره صغير بيقول للدكتورة لا روح حاول تنزل وزنك بالطريقة الصحيحة العملية أكثر، لأن أنت توك شباب وعندك القدرة أنك تغير أسلوب حياتك. لكن بعضهم يصر على أن يسوي العملية في عمر صغير، لذلك هذه الأمور تحتاج الوعي، الثقافة الطبية تنتشر في المجتمع وتحتاج التعاون ما بين الطبيب والمريض. ممتاز. نرجع لموضوع الارتجاع. أنا بعد الارتجاع هذا إن شاء الله راح استكمله وأبي أستفهم أمور كثيرة يعني عن هذا الارتجاع وكيفية التغلب عليه. أول شيء هناك في مثل ما تفضلت أدوية، تدخلات جراحية، وأبي أنا من ناحية أن تغيير النمط الحياة شلون إحنا نتغلب على هذه الأمور، ولكن متى راح نستفهمها بعد الفاصل. فاصل نواصل معكم إن شاء الله في برنامج مسار ثقافي. ما زال حديثنا مستمر مع الدكتور غانم سالم عن طبعا الارتجاع المرئي وكيفية الوقاية من هذا الموضوع. يمكن دكتور انت قلت لي ان هناك تدخل جراحي وهناك أدوية وهناك علاجات للارتجاع المرئي وتغير يصير في البوابة مثل ما تفضلت مع الحجاب الحاجز، فهذا اللي يأثر على هذا الموضوع ويزيده، وغير هذا نمط الحياة، نوعية الغذاء، ياكل وينام، يدخن، أمور كثيرة صحيح يعني قاعدة تسبب إلى هذا الموضوع. قلت إن الوقاية منها نعم وبينتها، التدخين نمتنع عنه، الحركة صحيح، وكذلك إن ما ناكل وننام يمكن أقل قبل لا ننام، يعني متى آخر وجبة أنا أدخل؟ يبي لك 3 إلى 4 ساعات من آخر وجبة، وعادة إحنا نفضل أن تكون الوجبة خفيفة إذا بتنام خصوصا نوم الليل، ونفضل أنك ما تسهر. ترى بعض المرضى ما عنده حارج، بس إذا سهر إلى الحارج طول يومه ما عنده شيء، ما عنده مشكله، بس يسهر يعدي بعد ساعه اكله زين، ما يدخن وامور طيبه، بس يسهر توصل ساعه عنده 1:30 بالليل مثلا يبدا يصير عنده الحرج. احد الاشياء اللي تسوي الحرج ايضا كذلك اللي هي ان انت تاخذ اكل زياده عن حاجتك، اكل حاجتك، ما انت مضطر تاخذ زياده عن حاجتك. الشيء المهم، في بعض الناس يمنع نفسه عن اشياء يعتقد انها تسبب حرج، هي ما تسبب الحرج. كثير من المجتمع عندهم المصطلح اللي هو القهوة، القهوة ما تسبب حرج، ما في شيء يسبب حرج. توني أقول لك القهوة ما تسبب حرج، اللي سبب الحرج لا، وبعدين حتى في بعضهم قالوا عفوا على المقاطعة دكتور، في منهم قالوا أن القهوة الحارة تسبب أكثر من أن يعني فيها حموضة. صحيح، وهذا مثبت علميا أن حموضة القهوة الحارة أكثر من الباردة. بس هل معناها أنها تسبب حرج؟ مو معناها أنها تسبب حرج. لذلك هي شنو؟ إحنا شو نقول؟ نقول نوعية القهوة. مشكور على المعلومة، اللي أنا من محبي القهوة، لا أشرب قهوة بس أنا دائما أقول حق المريض أو حق الشخص المصاب بالحرج احرص على النوعية. أنت ممكن تشرب قهوة من مكان، من كوفي شوب معين أو من مطعم معين، أو أسويها بالبيت يعني. أو تسويها في البيت، أو من براند معين، من شركة منتجة معينة. طبعا. ما يلك شيء وتشربها من شيء ثاني يلك الحرج. وبالتالي لأن المواد المضافة على القهوة هي اللي تسبب الحرج، ليست القهوة بحد ذاتها. ما في دليل علمي إلى اليوم يثبت أن القهوة تسبب حرج، ما في، سواء سخوناتها ولا برودتها. سخوناتها ولا برودتها، كل الأبحاث في هذا المجال فشلت أنها تثبت. دراسات صغيرة جدا بسيطة بينت مادة الكافيين
قد يكون لها أثر. شنو من المهيجات بعد اللي ممكن أن تسوي للارتجاع أو الأخطاء الشائعة اللي هي من ضمنها القهوة؟ من ضمنها القهوة، اشرب قهوة اشرب. لكن خلنا أقول لك شيء، المشروبات الساخنة توك أنت تفضلت فيها، نعم إحنا ما نحب المشروبات الساخنة للمريء بصورة عامة، دائما خصوصا منظمات الصحة العالمية ومنظمة الجهاز الهضمي تنصح بأنك تشرب أشياء باردة أو دافية. أو دافية احنا نشرب مرات ساخن زياده عن اللزوم. إيه انا انطر عليها ترى، انا انطر على الشاي، انطر على القهوه. صحيح احسنت، وهذا سخونتها صحيح. سخونتها تخف على اساس انها بعد انا احب استذوق، يعني ما ابي اشرب بالضبط درجة. انت كانك حاط الماء الحار على جلدك، ترى نفس الشيء لما تحطه داخل، انت ما تقدر تكتل شاي على ايدك صح؟ تشعر يصير مثل الحرق للدرجه الاولى، تحترق تحس بالالم، نفس الشيء يحس فيه المريء، هذا نفس الاحساس. وبالتالي احنا ما ننصح بانك تشرب مشروبات ساخنه بالعموم. زين، وحتى الاشياء البارده حيل، وحتى الاشياء البارده حيل، احنا نبيك تكون متوسط. متوسط اشرب شيء بارد، بس مو بارد درجه الثلج اللي هو البروده الشديده، ولا حار درجه الغليان. حار حيل، خليك بالنص. الشيء المهم ان في بعض المواد احنا ذكرناها تساعدك على تقليل من الاعراض الحارج، مثلا الخيار، الخضار بانواعها، عرفت هذه انت شو يمكن ظاهر عندك حارج فمجرب شو اي باطك طلعت بشكل، فبالتالي هذه احد الامور. نعم. يعني انا سمعت ان طبعا يمكن مفهوم الكثير عندهم ان الحليب بعد، ولكن حبيب الحليب وقتي نوعا ما، يعني كلها اشياء هذه وقتية. اشياء وقتيه، ولكن الخيار ما شاء الله يعني خيار الخس تجربه. نعم الخس ايضا كذلك، الاشياء اللي فيها ماده مائيه خصوصا الخضار الخضراء تفيدك وايد. الماء يسبب الحارج اكثر بعد. سؤال مهم جدا ونقطه جدا رائعه، كنت بقول من شخص مجرب الظاهر. أيه. أنا أقول لك الماء يرفع الماء، خصوصا إذا شربت الماء بعد وجبة غذائية. هذا الكلام موجه للناس المصابين بالارتجاع المريء، مو كل الناس. لما يأكل وجبة ثقيلة ويشرب وراها ماء، يصعد الماء لفوق معه حمض، يرتجع لفوق للمريء فيسبب له مشكلة. وخصوصا الناس اللي تشرب ماء قبل تنام أيضا ممكن وهو نايم يصير عنده ارتجاع. لكن الماء بصورة عامة ما يسبب الحرج، إلا عند الناس اللي عندهم ضعف بالعضلة. نعم. أو الافتاق ممكن ممكن الماء يزيد من الحرج. نعم. كذلك عندك شيء مهم جدا حق الناس مصابين بالارتجاع المريئي، نسميه الارتجاع المريئي الصامت، بمعنى ما عنده شيء بس يقعد الصبح يلقى صوته مختفي، أو يلقى عنده كحة شديدة أو بلغم. ليش؟ لأنه هو نايم يصعد الحمض لفوق، migrate up، أو يهاجر الحمض من المعدة إلى المريء وهو نايم. ما يحس، متى يحس؟ يحس إذا قاعد من النوم. أول ما قاعد من النوم الدكتور أنا عندي مشكلة، راجع الدكتور أنف وذن حنجرة فحص قال عندك ارتجاع، بس أنا ما أحس بشيء، ما عندي حارج. نسميه إحنا الحارج المريء، لا عفوا الارتجاع الصامت. هي. الارتجاع الصامت هذا أيضا راح يدخل في نفس موضوع علاجك، علاج الناس اللي عندهم ارتجاع. بعض المرضى ما يحتاج يسوي له منظار، لكن في كثير من المرضى نحتاج نسوي من خلال التشخيص الخارجي ومن خلال الأسئلة المعينة اللي بالضبط. من قبل التاريخ الدكتور المرضي والفحص الكلينيكي يبين. لكن في بعض المرضى ننصحهم بعمل منظار ضروري إذا عمره فوق 60 سنة، لازم يسوي منظار. زين. الناس اللي عندهم يرجع أو يلقى دم بالترجيع عنده، أي أو الضعف بالوزن من غير سبب، هذول الثلاث الأشخاص اللي عندهم هذه الأعراض لازم يسوي منظار إذا كان عنده ارتجاع مريئي، منظار معدة. نفصل الناس اللي نسوي لهم منظار، أو الناس اللي تعطي علاج وما يتجاوب على العلاج. واضح. نفصل الناس بعد ما نعمل المنظار إلى نوعين، ناس يصير عندهم ارتجاع مريئي مع زلوق داخلية تشوفه بالمنظار، لما تسوي له المنظار تشوف المريء متشقق من الداخل في شقوق، لأن الحمض لما يصعد فوق يكسر. هذول الناس يعتبرون مرحلة شوية تحتاج انتباه. ليش؟ لأن كثرة الارتجاع المريئي وخروج الحمض لفوق يؤدي إلى ردة فعل في الجسم، وهذه مهمة أتمنى من السادة المشاهدين يركزون عليها. شنو يصير؟ المريء يبدأ يتغير بشكله، يحاول يحمي نفسه من الحمض، فالخلايا اللي موجودة على جدار المريء تبدأ تتغير بالشكل، تصير كأنها خلايا معدة عشان تفرز مواد تحميها من الحمض. زين. شنو خطورة هذا الأمر؟ إن هذه الخلايا قد تتحول إلى خلايا سرطانية. فالمرحلة هذه نسميها مرحلة البارت. هذا في عالم اسمه بارت وهو اكتشف هذا الموضوع فسميت من بعده. بارت إسوفاجس أو المريء البارت هذيلة ما صاروا سرطان، لكن عنده قابلية أن يصير سرطان. وبالتالي أي مريض نسوي له منظار، نأخذ منه عينات ونشوف عنده حالة البارت، يأخذ اهتمام أكثر وعلاج مكثف ونعيد له المنظار بعد فترة. هذا اللي يبين عنده أنه ارتجاع مع دم. نعم.
أو اللي فوق 60 سنة يعني 60 سنة يسوون منظار يفضل. نعم. إذا كان عنده طبعاً ارتجاع. إذا كان عنده ارتجاع، إذا كان عنده ارتجاع مريئي. يعني أنا هذه المعلومات الحين قاعدين نقولها حق اللي عندهم ارتجاع. اللي يعاني من ارتجاع مريئي عمره فوق 60 سنة لازم يسوي منظار، هذا ضروري. أو اللي شاف إنه عنده دم. أو شاف عنده دم بغض النظر عن عمره. زين. أو اللي ينزل وزنه بغض النظر عن عمره. أوكي. وعنده ارتجاع مريئي، هذا لازم يسوي منظار. الوقاية من هذه الأمور. اللي قلناه طريقة الأكل، لازم أنت تأكل بشكل صحي healthy. ما يصير تاكل اكلات فيها دهون. وجبات سريعه، دهون مكرره، تكون غير برسمات. نظيفه. لازم تكون الاكل طبخ البيت، الاكل الصحي هو الافضل. للاسف كلامنا صعب، التنفيذ صعب، التنفيذ صعب، لكن امر لابد منه. لازم المريض خصوصا اللي عنده اعراض ادير بالي على اكلي، ابتعد عن الدهون قدر الامكان. ماشي. ما اوقف الدهون، لا توقف الدهون بس خفف منها، واخذ الدهون اللي تفيدك. يعني بمعنى انت مو لازم كل يوم تاكل دهون وبثلاث وجبات رئيسيه، يعني خل وجبه واحده من الوجبات الرئيسيه ما فيها دهون. ليه؟ خل ان تصير عندك المشي الرياضه. انزين. خلي يصير عندك ما بين اخر وجبه تاكلها. سبحان الله، المشي والرياضه والحركه ترى علاج لكل شيء. الدوره الدمويه، الكلى تنشط، الامساك يخف ويختفي تقريبا، الحارج يقل، نشاطك الذهني يتحسن، الذاكرة عندك تكون ممتازة، رياضتك تفرز، يفرز الإنسان هرمونات يسمونها هرمونات السعادة، يشعر بالسعادة، يشعر بالحيوية بالمشي والرياضة. فالرياضة والمشي مهمة جدا 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 للإنسان. سمعتوا هذه النصائح وهذه الإرشادات الجميلة مع الدكتور غانم السالم. خلونا نأخذ معكم هذا الفاصل وراح نستكمل إن شاء الله حديثنا شيق مع الدكتور غانم السالم. ما زلنا مع الدكتور غانم سالم وحديثنا عن الارتجاع المريئي والوقاية من هذا الموضوع. يمكن من خلال حديثك يا دكتور قلت أن الارتجاع المريئي أنا لازم أنتبه إلى نمط حياتي والغذاء ومن هالأمور هذه وخلافه، ما يعتبر مرض وراثي؟ كلام في جزء منه. في شوف، إحنا ما نقول وراثي كثر ما هو عادة، يعني لأن أنت تعتقد أنه وراثي، هو مو وراثي لأن اللي ساكن معك في البيت ما في وراثة. ما في وراثة، لا يوجد علاقة ما بين المرض الارتجاع المريئي والوراثة. زين. ما نقدر نثبته علميا أن في علاقة لها بالجينات، لكن في بعض الأمراض تكون مشتركة. بمعنى في ناس يصير عندهم الخلل بالعضلة هذه وراثي أو خلل بالجينات، في بعض الناس يصير عندهم حالة حساسية تعطي نفس أعراض الارتجاع المريئي يسمونها إيزينوفيليك أوسوفاجايتس، اللي هو حساسية المريء. المريء يصير يصاب بأجسام مضادة داخل المريء يسمونها إيزينوفيليك سيلز، هذه الخلايا تعطي الإحساس بالحارج نفس الإحساس لكن هي موضوعها مختلف ثاني، هذه تكون أمراض وراثية. لكن اللي تكلمنا عنه في الحلقة هذا تكون عادة عادات وسلوك حياتية أو أعراض جانبية من علاج أو أعراض جانبية من عملية جراحية أكثر منها تكون وراثية. حلو. قلت لي أن في بوابة بين المريء وبين المعدة. صحيح. اسمها؟ هذه اللور سفنكتر احنا نسميها. اي بس بالعربي يمكن البوابه السفليه، ما ادري شلون ترجمتها يمكن. زين. وموضوعها بارتباطها مع حجاب الحاجز. نعم صحيح. انت لما تتنفس حجابك الحاجز يتقبض وينبسط. حجاب الحاجز، الحجاب الحاجز هو عباره عن عضله. ناس يحوشوا مفتاق بالحجاب الحاجز. مفتاق الحجاب الحاجز يسبب الحرج. شنو المفتاق؟ على خط الحجاب الحاجز تقع هذه البوابه. البوابه مثل زاوية واقفة بالنص على الحجاب الحاجز. ممتاز. فكل ما تقبض الحجاب الحاجز سد البوابة، سد العكفة هذه الموجودة أو زي. الزاوية. أمورك طيبة. أمورك طيبة. مرات يصير البوابة هاي تصير فوق الحجاب الحاجز داخل الرئة، داخل القفص الصدري، مو داخل الرئة عفوا، داخل القفص الصدري. زي. فتفقد خاصية الانقباض والانبساط مات الحجاب الحاجز، فلما الحجاب الحاجز يحاول يسكر ما يلقى البوابة، هذا ما يلقى البوابة، الموضوع مفتوح فما يصير في انسداد، فيصير الممر حتى هو الحجاب الحاجز مسكر يظل مفتوح. يظل مفتوح ليش؟ لأنه يسكر على منطقة ما فيها كسرة. مفتوحة بايب كبير وما يقدر يسكر عليه. انزين. فهذه المعدة،
مو مسكر الحين على المريء، جاي بيسكر على المعدة، المعدة أكبر فما يقدر يسكر عليها، المعدة أقوى منه فما يقدر يسكر عليها، فيصير المكان مفتوح سالك، فالحمض رايح رات على ما قالوا ماشي فوق لتحت. هذه شلون طريقة تصحيحها؟ نشوف السبب. بعض المرضى يكون سبب السمنة، فنقول له خفف وزنك عشان ترجع الأمور طيبة، الأمور طيبة، فتنزل ينزل المريء إلى مكانه الصحيح. مرات يحتاج عملية جراحية لتصحيح هذا الأمر. ممتاز. فهذا العملية الجراحية يقوم فيها الجراحين، وفيها أكثر من طريقة وناجحة بنسبة كبيرة، خصوصا إذا كان عند جراح شاطر وعنده خبرة وإكسبيرينس، تكون العملية ناجحة ويقط الأدوية وما يحتاج أدوية. ما شاء الله، في ترى محاور كثيرة بخصوص الموضوع هذا، ويمكن قاعد أشوف أنا يعني الكثير قاعدين يعني يستفسرون عن خاصة أمراض الجهاز الهضمي اللي مرتبط مع بعضها، مثل ما تفضلت من الفم نعم إلى غاية فتحة الشرج. هذا يمكن ارتباط كبير، بعضاء كبيرة موجودة بطبعا الجهاز الهضمي، واللي ما شاء الله يعني عندك دراية كبيرة فيها، ونقول الله يعطيك العافية دكتور. وإحنا سعداء بهذا اللقاء معك في برنامج مسارات ثقافية. نروح الحين إلى القولون، يمكن خلني على القولون قبل يعني نوصل لدقائق الأخيرة من البرنامج. القولون ومشاكل القولون، القولون يحتاج لحلقة بحد ذاته يعني. أيوه. ويحتاج لحلقات ثم حلقة. أنا يمكن راح أسألك إن شاء الله يعني، هم بعد أنا راح أوعدك إن شاء الله، إن شاء الله هم بعد راح تكون معنا إن شاء الله في برنامج، شرف الله، في حلقة من حلقات برنامج مسارات ثقافية عشان نبين صحيح القولون. صحيح. بس على عجالة، على عجالة، خلينا نقول القولون هذا عضو جزء مهم، جزء من جسم الإنسان. خلينا نقول وظيفة القولون، إنه هو أنت بعد ما تأكل جسمك يمتص المواد اللي يحتاجها، بعدين تتكون الأشياء اللي ما تحتاجها. يمتصها وين الأكل؟ الحين احنا نسميها يمتصها في الأمعاء، تبدأ الامتصاص أصلا من الفم. لا يعني الحين وظيفة المعدة شيء، وظيفة المعدة أنها تسوي الهضم، تخليها ماد، أنت تاكل شيء صلب تعالجه وتبلعه أو تشرب صح؟ يوصل المعدة، المعدة شو تسوي؟ تخلط هذا كله مع بعض وتسوي جوس، تسوي مثل عصارة، تخلطه كله وتخليه عصارة. ليش؟ يدخل بالامعاء، يبدا يدخل من 12 الامعاء. خلينا نمشي قبل الله راح اقولون، خلينا نمشي حبه حبه مع هذا الموضوع. ايش كثر هذه العمليه؟ هذه العمليه تختلف شنو انت ماكل، شيء في دهون، بروتين، كربوهيدرات، احنا نصنف هذا النظام الغذائي، او بعضها تاخذها يمكن نص ساعه ساعه، وبعضها تاخذ ساعات اكثر، ساعات. ممكن 6 ساعات الى 4 ساعات، فيعتمد اللحوم. اللحوم خصوصا والمواد اللي فيها مواد ثقيله مثل الدهون. بعد ما يتم عمليه 6 ساعات دكتور. ممكن تاخذ 6 ساعات نعم، فممكن لما انت خصوصا الكميه طبعا كذلك ايضا تلعب دور، يعني اذا كليت كميه صغيره غير لما تاكل كميه كبيره. زين، اكلت انت مجموعه وجبه غذائيه، الحين خلينا نقول اكلت الوجبه الغذائيه الرئيسيه، الغداء، اغلب وجباتنا الرئيسيه الان الغداء، الغداء خذينا الغداء كلينا بما يحمله من كربوهيدرات وبروتين ومعادن وفيتامينات ودهون، وخليت معه قلاص اللبن أو خليت معه اللي تبيه من المشاريب، دخل عندك في المعدة، بدأت المعدة، المعدة كيس عضلي يتحرك، يخلط الموضوع كله مع بعض، تعطي مؤشرات إلى الكبد إن ترى أنا عندي أكل، انتبه للموضوع، تعطي مؤشرات إلى البنكرياس أنا عندي أكل، عطني من الإنزيمات الهضم، تعطي مؤشرات إلى المرارة، تعطي إنزيمات البصرة المرارية، كله داخل المعدة. إحنا شغلة كلنا داخل المعدة، كله من المعدة، يعني الكبد هو اللي يفرز انزيماته، انزيمات الكبد وانزيمات العصارة المرارية وانزيمات البنكرياس تبدأ عاد تشتغل مع بعض بتنسيق، بتنسيق رائع جدا. هذه لها فترة ولها نوعية، يعني أعطيك مثال، في عصارة تطلع من البنكرياس بس تهضم البروتين، ما أكلت بروتين ما تطلع، أكلت بروتين جسمك يعرف أنه عندك بروتين، يعطي إشارة يقول يعني هي ما تطلع مع أي أكل، ما تطلع مع أي أكل، تطلع مع البروتين. من اللي يعطيه الأوردر؟ الجسم، المعدة، الفم، التذوق، الشم، الروح، الرؤية، النظر. سبحان الله. نعم، وبالتالي هذه كلها تتناسق مع بعض، مترابطة. العقل، أنت ممكن تشوف قطعة لحم ستيك حلوة تعجبك إذا أنت من أكل بس لحم، بس اللحم فيها بروتين، فيها بروتين ايه؟ شوفها حلوة ها، فالجسمك الحين لما ينظرها بعينه يعطي مؤشر للعقل، ترى أنا قدامي الحين الستيك باكلها خلال العشر ثواني القادمة أو خلال الفترة الزمنية الجاية. إنزين، يبدأ الجسم يتهيأ إنه يستقبل هذه المادة. تبرد العصارات، تطلع جاهزة ناطرة، من تأكل أول لقمة خلاص يبدأ يشتغل موضوع الهضم، تقوم المعدة تخلط الأكل كله مع العصارات الهضمية مع كل الشغل هذا، ويطلع أيضا. ترى الحين إحنا بس قاعد نتكلم عن الهضم، في أمور ثانية قاعد تصير. شنو الأمور الثانية قاعد تصير؟ دورة الدموية تتغير، يبدأ الدم يروح حق الأمعاء وحق عشان يستعد للامتصاص،
يبدا النفس عندك يتغير، يبدا الانسولين ماده الانسولين تتغير، الكلى تتهيئ لان راح تاخذ مفرزات، الكبد تبدا تتهيئ ان انت راح تمتص امور ممكن تكون فيها مواد سامه، ممكن تكون فيها مواد منتهيه. هذه كلها يمكن انا ألوجع على انا بس باجي لي دقيقه جاي اشرب المخرج دكتور. كل هذه الامور بعدين من العصاره والانزيمات هذه كلها تذهب الى القولون، الى الامعاء يصير الامتصاص، تروح القولون. شو يسوي القولون؟ القولون يمتص الماء السائل ويكون الفضلات، وفي عندنا خلايا بكتيريه داخل القولون تعيش معنا، عددها مهول جدا تفوق حتى جسم الانسان من الخلايا كثير. هذه تبدا تتفاعل مع البراز، تاخذ منه اشياء معينه وتفرزها في الجسم وتستفيد منه، بعدين تتكون ماده الفضلات تمشي بالقولون بشكل منسق ومنتظم الى ان توصل الى مستقيم وبس، وبعدين هي تشعر انت بالاحساس بالذهاب الى الحمام وتروح تقضي الحاجه. هذه المساله، هذه الدوران تختلف من انسان لانسان. في انسان يصير عنده امساك، في انسان يصير عنده اسهال، في انسان يصير طبيعي، تختلف من انسان لانسان. القولون يصاب بامراض متعدده، منها بسيط نسميها حاله عرضيه وليست مرضيه مثل القولون العصبي، لا هذه الى حالات الكانسر والسرطان والامور الاخرى. اذا شاء الله عن الكل والله يشافي ان شاء الله الكل. بالتأكيد يمكن كلامك شيق دكتور غانم سالم، وانت يعني ما شاء الله علم من علم طب الأمراض الباطنية وكذلك الجهاز الهضمي، ونقول الله يعطيك العافية على هذا الشرح الوافي والكافي والمبسط للسادة المشاهدين، على أساس تبين نوعية الوقاية من هذه الأمور والأعراض اللي احنا قاعدين نشاهدها ويمكن قاعدين نحس فيها. بارك الله فيك على شرحك. الأمانة صراحة اللقاء يعني جدا رائع، وانت طريقتك في اللقاء تخلي الواحد يتحدث بطلاقة وانا اشعر بالوقت، فجزاك الله خير على هذا. يا حياك الله. واسئلتك تمس الشارع، يعني تمس الناس العادية الوسطاء، اللي هو السؤال اللي الكل يسأله، يمكن الدارج هذا اللي موجود. نعم، وحسب بالضبط نمط حياتنا وحسب معيشتنا احنا خاصة يعني بالكويت، من ناحية الأكل، من ناحية الحياة، من ناحية الحركة. صحيح. من ناحية الحياة نفسها. أكيد أكيد بالضبط. كلها والدواوين والحلويات والعشات اللي قاعدين نشوفها، ونقول الله يعطيك العافية. بارك الله فيك دكتور على أساس صدرك وعلى هذا اللقاء الشيق معك. شكرا لك. شكرا. وبكذا احنا وصلنا معاكم للختام مشاهدين الكرام، ونلقاكم على خير إن شاء الله في الأيام المقبلة من برنامج مسارة ثقافية. في أمان الله.